بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها المستجدات الموجودة على الساحة الرياضية عبر السوشيال ميديا والاستعداد لمباراة إنبي غدا في الدوري، وهي ثاني مباريات بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي مع الفريق خلال الفترة القادمة. لكن قبل كل شيء، كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والشعب المصري والأمة العربية بخير. النهاردة 6 أكتوبر، يوم النصر، يوم العزة، يوم الكرامة. كل سنة والجيش المصري جيشنا العظيم بخير يا رب بإذن الله. ودايما كده يوم 6 أكتوبر أو كل أيامنا على مدار السنة تكون يوم أيام عزة ونصر وكرامة، ودايما الشعب المصري والجيش المصري والقيادة السياسية بالتأكيد الكل رافع راسه لفوق احتفالا بالتأكيد بهذه الانتصارات العظيمة خلال السنوات السابقة. ودايما كل سنة بنحتفل بهذا اليوم العظيم، احتفال مش للشعب المصري فقط، احتفال للأمة العربية جميعها. طيب، حلقة النهاردة بالتأكيد فيها كلام مهم جدا، لأن خلاص جاية قبل مباراة إنبي والأهلي في الدوري العام. سؤال حلقة النهاردة بالتأكيد له علاقة بمباراة الغد، توقعات الجماهير لتشكيل مباراة الأهلي في مواجهة إنبي غدا، المباراة الساعة 8 على استاد الأهلي والسلام. هي مباراة نادي إنبي وهيكون النادي الأهلي ضيف على نادي إنبي. شاركونا في الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك أو تويتر أو حتى إنستجرام. وفي نهاية الحلقة بالتأكيد في فقرة مخصصة لقراءة كل مشاركات الجماهير للإجابة على هذا السؤال. لكن بسرعة خلونا نخش في عناوين النهاردة وترندات النهاردة في برنامج الترند. في ترند الأهلي، الفريق الأول يختتم استعداداته اليوم لمواجهة إنبي. كمان في ترند الأهلي، جلسات مكثفة لموسيماني مع اللاعبين والجهاز الفني. في الترند العالمي، صفقات قوية لأندية الدوري الإنجليزي في اليوم الأخير للانتقالات. هندخل بسرعة في تفاصيل الحلقة، لكن محتاجين نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ترند الأهلي والاستعدادات وتدريب الأهلي قبل مباراة الغد أمام إنبي. أهلا بحضراتكم من جديد، ومحتاجين نطمن على استعدادات الأهلي لمباراة إنبي، المباراة الثانية للمدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. وبالتأكيد هناك دوافع مختلفة بالنسبة للمرحلة الجاية، وكله في إطار الاستعداد للقاء الوداد المغربي. لكن سريعا أذهب إلى ملعب مختار التيتش بالجزيرة مع الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي عشان نطمئن منهم على الاستعدادات الخاصة لمباراة إنبي. مساء الخير يا شريف، محتاجين نطمن منك على الاستعدادات، حالة محمد الشناوي، اجتماعات بيتسو موسيماني مع اللاعبين والمحاضرات بتستمر لحوالي ساعة إلا ربع ساعة كاملة، اجتماعاته مع الكابتن سامي قمصان، والجديد لديك في ملعب التتش بالجزيرة. تحياتي ليك يا زميلي محمد ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. الأول لازم أقول طبعا بلادي بلادي لك يا حبي وفؤادي. كل سنة طيب، كل سنة وطيبين طبعا كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. أعياد أكتوبر المجيدة طبعا، وانتصار كبير لجيشنا العظيم الجيش المصري. من ملعب الالتتش وتمرينات النادي الأهلي مفيش وقت للراحة، توالي مباريات، مباراة تلو مباراة. خليني أبدأ لك من بدري، يمكن الراجل مستر موسيماني حضر الساعة 3 العصر بدري جدا، عنده اجتماع مع قطاع الناشئين، المدير الفني لقطاع الناشئين، رئيس قطاع الناشئين الكابتن خالد بيبو، واجتماع استمر حوالي ساعة ونص بيتكلموا فيه عن مستقبل قطاع الناشئين مع النادي الأهلي، من العناصر اللي ممكن يستعين بيها الفترات القادمة. الراجل شغال على المدى الطويل، مش شغال دلوقتي، الراجل بيشوف مين العناصر المميزة، مين حلقة الوسط تبقى عاملة ازاي، الشغل هيبقى عامل ازاي، هيتكلموا مع بعض كل قد ايه، مين اللي ممكن يمتاز او يظهر في قطاع الناشئين يرشحه للفريق الأول. اجتماع ساعة ونص اتكلموا فيها عن كل كبيرة وصغيرة في قطاع ناشئين النادي الأهلي، مستقبل النادي الاهلي في لاعبيه. وزي ما انت احنا عارفين قطاع ناشئين النادي الاهلي بخير، عنده نجوم مصر كلهم، لو عاوز تدور على اي نجم ساطع طالع هتلاقيه على طول وانت مغمض من قطاع ناشئين النادي الاهلي. بالتوفيق طبعا للخطوه الكبيره اللي عملها مستر موسيماني النهارده والتنسيق، فكل ده باذن الله يفيد النادي الاهلي في المستقبل. دي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه، الساعه 4:30 كان ميعاد المحاضره الفنيه مع لاعبي النادي الاهلي، يمكن يعني مستمره الى الان، بتتكلم دلوقتي الساعه 5 وشويه، الراجل لسه يعني عادينا
نص ساعة. الماتش اللي فات قعد حوالي ساعة بالظبط داخل غرفة الاجتماعات اتكلم فيها عن مباراة المقاولين. النهاردة نفس القصة، اتكلم فيها عن مباراة إنبي، عن سلبيات وإيجابيات مباراة المقاولين، عن نقاط القوة والضعف في مباراة إنبي اللي هتكون بكرة بإذن الله. واتمنى بإذن الله يكون فوز جديد يضاف إلى النادي الأهلي بثلاث نقاط جديدة. الراجل بيتكلم لسه في المحاضرة عن نقاط القوة وعن نقاط الضعف، هيفرقهم طبعا عن جزء من مباريات إنبي عشان يقدر بكرة يستعد للإنبي بشكل يليق باسم النادي الأهلي. وهيختار النهاردة في تمرينه ال 11 اللي هيلعب بيهم، من الاحتياطي اللي هيلعب بيهم، من القائمة اللي هيخش في قائمة المباراة. بعد التمرين هيكون في معسكر مغلق طبعا في أحد الفنادق في التجمع الخامس، وهيكون العشاء الساعة 8 مساء طبعا توالي بكرة بقى اليوم من صباحا إلى التحرك إلى استاد الأهلي والسلام اللي هتكون عليه مباراة في الثامنة مساء. أيمن أشرف قابلته قبل ما يخش التمرين، سألته عن حالته، قال لي عندي مشكلة في أنكل رجلي 50-50، لسه هقعد مع الدكتور خالد محمود هتكلم معاه، خايفين علينا، مش هيخاطروا أي حد في الفترات المقبلة، لو هقدر هلعب هكون موجود في القائمة، مش هقدر هكون خارج معسكر الفريق. أحمد الشيخ نفس القصة، قال أنا خفيت ولكن الكابتن أو الدكتور والمدير الفني قرروا إن ما يكونش موجود بكرة معاهم في الـ يعني التشكيل أو في القائمة المباراة، حرصا على سلامة اللاعب، وهيكون موجود في ماتش بيراميدز بإذن الله. الراجل بيحافظ على لاعبي النادي الاهلي، مش عاوز يخاطر باي حد من لاعبي النادي الاهلي، والدليل ان طلع لاعبين من قطاع الناشئين عشان خاطر ممكن يكمل بيهم القايمه. محمد الشناوي، الكل بيسال عن محمد الشناوي، محمد الشناوي عنده يمكن مزق في العضله، مزق 1 ملي، حاجه بسيطه جدا في العضله الضمه، بتتكلم من 5 ايام ل 10 ايام بالكثير، هيعمل جلستين، جلسه الصبح وجلسه بالليل. ال- 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 الشد في العضله الضمه بيحتاج جلسات مع تدليك خفيف، بعد كده يبدا ينزل الملعب، يجري حوالين الملعب خفيف خفيف لحد باذن الله من غير مقاطعه، باذن الله هيكون موجود معانا ومتواجد بقوه باذن الله في مباراه الوداد المغربي. بطمنك وبطمن كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، حراسه مرمى الاهلي بخير، الشناوي باذن الله هيكون جاهز للمباراه الافريقيه، ومعانا علي لطفي لا يقل خالص، ومعانا مصطفى شوبير لا يقل خالص، حراسه مرمى الاهلي بخير، ندعمهم بس ونخلينا في ظهرهم، وباذن الله يكون القادم كله انتصارات لكل لاعبي النادي الاهلي، وباذن الله تكون النجمه التاسعه هو الهدف القادم للنادي الاهلي. معاك لو في استفسار، معاك زميلي محمد. زميلي العزيز شريف شعبان، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من ملعب مختار التتش بالجزيرة. وكلمة أخيرة في هذا الشأن، بالطبع يمكن إصابة أيمن أشرف أو إمكانية الدفع به أو عدم الدفع به في مباراة إنبي هتكون محسوبة بشكل كويس، لأنك بعد إصابة محمود متولي ورامي ربيعة وابتعاد سعد سمير وعدم قيده في القائمة أصبحت الحلول الدفاعية أمامك ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، فبالتالي لك حسبة مهمة جدا خلال الفترة اللي جاية قبل المباراة الأهم، مباراة الوداد المغربي. أكتفي بهذا القدر، أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل سوشيال الأهلي والحديث عن الأهلي في السوشيال ميديا وما كتب خلال الساعات الأخيرة واهتمامات الجماهير بالأهلي على السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد، وسوشيال الاهلي وترند الاهلي. ترند الاهلي بالطبع بيتكلم بقى عن المرحله اللي جايه والساعات القادمه وازاي هيستعد بيتسو موسيماني لمباراه إنبي. نبدا بسرعه من ترند الاهلي، ونبدا باول حاجه من الصفحه الرسميه للسوبر كوره على الفيسبوك اللي نشروا فيها ان موسيماني بيبحث حلول ازمه دفاع الاهلي قبل موقعه إنبي في الدوري. طبعا غياب ياسر ابراهيم للانذار الثالث، ايمن اشرف كان زميلنا شريف شعمان لسه بيتكلم على فكره مشاركته، لسه النسبه بتتراوح من 50% ل 50%، فبالتالي عندك ازمه في خط الدفاع نتيجه غيابات عديده، لكن في نفس الوقت الازمه ليها حلول، لان انت عندك لعيبه تقدر تؤدي اكتر من دور داخل الملعب. حمدي فتحي ممكن يعود لخط الدفاع، احمد فتحي ممكن يلعب مساك، محمد هاني ممكن يلعب مساك، واحدهما ممكن يكون موجود في مركز الظهير الايمن، في ظل كمان هيكون محمود وحيد موجود في مركز الظهير الايسر، لان علي معلول في هذا التوقيت موجود مع المنتخب التونسي، فباذن الله مع موسيماني مش هتكون في ازمه في هذا الموضوع. من صفحه الاهرام ايضا كمان على تويتر، واللي قالوا فيها ان موسيماني بيستلهم التجربه البرازيليه في الاهلي. بيتسو موسيماني مع سان داونز كان دايما بيلعب كره برازيليه، كره مميزه بتعتمد على المهاره، بتعتمد على التسليم والاستلام، بدء الهجمه من خط الدفاع الى الامام، فبالتالي الكره البرازيليه الناس كلها بتنتظر هذا الشكل مع الاهلي، لكن ده هياخد وقت. لكن في نفس الوقت برضو شفنا بعض اللمسات حتى لو بسيطه في المباراه الاخيره، لكن كانت في ايجابيات بالنسبه للمرحله الجايه بعد مباراه المقاولين العرب. ايضا كمان الخبر اللي معايا او السوشيال ورايا بالنسبه للوطن سبورت اللي بعدها مباشره بتتكلم على بيتسو موسيماني بيطالب اداره الاهلي بالتعاقد مع مدافع جديد.
هذه الأمور غير صحيحة بالمرة، ولم يتطرق أحد داخل قطاع الكرة في هذه الفترة لأي من الصفقات أو التعاقدات خلال الفترة اللي جاية. الأولوية بطولة إفريقيا الفترة اللي جاية، تجديد الدوافع والثقة في كل اللاعبين خلال الفترة الحالية، والمحاضرات النظرية اللي بيعقدها بيتسو موسيماني أو بيعقدها بيتسو موسيماني داخل غرفة خلع الملابس كلها بتشتغل على العامل النفسي والتحضير الذهني والتجهيز للمباراة القادمة قبل مباراة الوداد المغربي. أي كلام عن أي صفقات في الفترة الحالية غير صحيح بالمرة، وخدوها مني بنسبة 100%. كل ما يتردد عن صفقات أو لاعبين غير صحيح، وكل الثقة في اللاعبين في الفترة الحالية قبل مباراة الوداد المغربي. طيب، كمان معانا من صفحة ماجيكانو على الفيسبوك، وهي دايما بتعتمد على فكرة الشحن أو تجديد الدوافع ومساندة اللاعبين خلال الفترة اللي جاية. بعد المباراة الأخيرة علي لطفي شارك مكان محمد الشناوي بسبب الإصابة، وعلي لطفي أدى بشكل جيد جدا. صفحة ماجيكانو من الصفحات الجماهيرية، دورها التدعيم ومساندة اللاعبين. نزلت صورة لعلي لطفي في مباراة المقاولين وكتبت عليها: بالتوفيق يا علي في المباريات المتبقية في الدوري العام، كل الثقة في كل حراس الأهلي، الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد طارق، حمزة علاء، كل الحراس اللي موجودين في النادي الأهلي. أيضا كمان من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على تويتر: احتفلت النهاردة بعيد ميلاد لاعبنا خالد دبيبو، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد يا كابتن خالد. طبعا مواليد شهر العظماء، شهر أكتوبر، وخالد بيبو من اللعيبة المميزة جدا داخل النادي الأهلي، وبالتأكيد المباراة الشهيرة مباراة الزمالك 6-1، ومن أيضا كمان من المباراة الشهيرة لخالد بيبو مباراة سان داونز الثلاثية في نهائي دوري أبطال إفريقيا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل في كلام مهم جدا، وتواصل سوشيال ميديا مع الإعلام في القارة الإفريقية، وأيضا جماهير القارة الإفريقية إزاي بتتكلم على تجربة موسيماني، ورسالة مهمة جدا لنادي القرن. كل ده ولكن بعد الفاصل. And from all South Africans, we thank you for your contribution to the South African football fraternity. We wish you all the best in Egypt, and we know you are going to win the Champions League for the tip of the century. From Cape to Cairo, do what you do best, coach, and good luck. And now we are from South Africa. Yeah, I want to wish Coach Pizzo all the best for his new journey in Al Ahly. Yeah, I wish you all the best, coach. Go there, make us proud, and win that Champions League. So Coach Pizzo, I just want to say thanks for the lovely 8 years that you stayed at the club. 8 years, 11 trophies. Your record at the club is really remarkable. And I'm hoping that you're going to do the same thing with Al Ahly. You're going to win trophies with the club. They are the best team in Africa. I just want to wish our coach all the best in his new adventure with Al Ahly. Coach, we love you. Be deeply hurt by your departure, but wish you nothing but the best. Adios. Very saddened by the departure of Coach Pizzo Mosimane. I mean, the man really did a lot for us. We wish him all the best in Egypt. And to Al Ahly fans, be patient with him. He will get you the results. Thank you very much. أهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما تابعتوا معنا فيديو مهم جدا لتعليقات عدد من الجماهير سواء في جنوب إفريقيا أو عدد من البلدان الإفريقية، بيتكلموا على تعيين بيتسو موسيماني والرسائل المباشرة سواء للنادي الأهلي ووصفه بأنه نادي القرن في إفريقيا. دور مهم جدا، السوشيال ميديا الأهلاوية عاملين شغل متميز جدا، والتواصل مع الجماهير سواء للفئي أو حتى أحمدي، الكلام المهم مع الجماهير، وكمان التواصل مع الجماهير عبر السوشيال ميديا، لأن دورنا المهم في الفترة الجاية إن احنا نكون موجودين من خلال كل الأماكن في القارة الإفريقية. وبكل أمانة الإعلام والسوشيال ميديا في إفريقيا منحت الأهلي برستيجه كنادي القرن أمام القارة بأكملها بعد تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للنادي الأهلي. لكن عشان ندخل في التفاصيل أكتر، محتاجين كمان في فقرة تريند أونلاين عبر السكايب نروح إلى فيليلا موندونو من خلال فقرة السكايب، وبالتأكيد أحد الإعلاميين في شبكة SABC الإعلامية في جنوب إفريقيا، عشان نتكلم معاه على تعيين بيتسو موسيماني، وتحديدا فيليلا من الناس المقربة جدا من بيتسو موسيماني، ويمكن كان مستمر معاه على مدار 14 سنة في متابعة إعلامية مع بيتسو موسيماني سواء مع منتخب جنوب إفريقيا البافانا بافانا أو حتى مع سان داونز. فيليلا موندونو، مساء الخير عليك، وبرحب بيك على شاشة قناة الأهلي.
مساء الخير للريد ديفلز ولكل محبين الأهلي ومتابعين قناة الأهلي تي في. طبعا في البداية عايز أكلمك على حياة بيتسو موسيماني، حياته كلها كرة قدم يا فيليلا. نعم، انظر، كوتش بيتسو يأتي من باك جراوند قوي كرويا ككورة، وعمامه الاثنان لعبوا لفرق كبيرة، ومنذ سن من منذ حداثة سنه لعب لفريق الكوزموس ثم انتقل إلى السان داونز. أكيد فيلا موندونو، بالتأكيد عايز أتكلم معاك على مدى تفاعل الإعلام في جنوب إفريقيا مع حسابات الأهلي على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، واهتمامكم حتى بمتابعة تدريبات أو مباريات الأهلي. نعم حقا، الناس الآن في جنوب أفريقيا تتابع موضوع الأهلي، ولكنه ليس موضوع جديد علينا، نحن نتابع أخبار الأهلي منذ سنين، وهو منذ أن انتقل إلى الأهلي كوتش بيتسو الأسبوع الماضي، بعض منا دخل على حسابات الأهلي وأصبحنا متابعين لصفحات الأهلي، إلا أن طبعا التغير الذي حدث في ساوث أفريقيا منذ انتقال الكوتش بيتسو إلى الأهلي زاد من حبنا ومن انفتاحنا على محبي على الأهلي، وأصبحنا كلنا محبين للنادي الأهلي كأفريقيين، وأعتقد أن زادت عدد المتابعين بعشرات الآلاف، وبالتالي ما هو وهو ما يعكس اهتمام الأفريقيين ككل وجنوب أفريقيين خاصة بالأهلي في الفترة الحالية. طيب الكوتش بيتسو بيحب دايما بيتعامل مع السكاوتينج، مع فريق التحليل، دايما بيشتغل بيحب يكون معاه فريق تحليل بالكامل، الجزء ده كان بيتعامل فيه ازاي في جنوب افريقيا، وازاي بيشتغل على هذه الجزئيه كعمل جماعي؟ كوتش بيتسو دائما ما كان واحدا من اكثر المدربين تقدما في السنين الماضيه، وان راينا الى كيفيه قيامه بالعمل خاصه من خلال السكاوتس والتحليليين، هو لديه ثلاثه تحليليين، وهو ليس فقط يبحث عن لاعبين ولكن كيفيه تحليل البيانات حول الفريق، وهو امر يقوم به ثلاثه محللين، واحد لتحليل بيانات الفريق ككل، والمحلل الثاني يحلل الخصم، والآخر مستوى اللاعبين. وحين تحدثت معه على مستوى الصداقة حين سألني أحد أصدقائي عن المحللين الحاليين في الأهلي، سألني هل تعتقد أن دورهم انتهى؟ قال لا، إنه يحتاج إلى تحليلات أخرى وتحليلات أقوى، وكذلك للبحث عن لاعبين جدد زي سيرينو وزي ناسيمينتو، ولاعبين زي أفونسو وأليميزا، كلهم لاعبين أتوا من جنوب أمريكا، كله نتيجة للتحليلات والسكاوتينج الذي كان يقوم بها كوتش بيتسو. أكيد ده شيء مميز جدا. طيب وهو بيتسو جاي على مصر، طبعا رحلة السفر كانت طويلة، هل تتوقع من خلال معرفتك ببيتسو موسيماني على مدار أكثر من 14-15 سنة، ممكن هو في الطيارة من خلال شغفه وحبه للكورة أن يكون يتفرج على مباريات الأهلي، يتفرج على مباريات الوداد؟ لدينا أن نفهم أن كوتش بيتسو إن نظرنا إلى تاريخه ومتابعته للكرة القدم وكذلك كمدرب، هو لعب في دول عربية وكذلك منها قطر، وفي أحد مراحل حياته كمدرب أيضا كان عليه أن يتعامل مع مدربين آخرين، وإن تفكرنا هو خسر أمام الأهلي في عام 2001 في نهائي البطولة، ولكنه الآن أيضا أصبح عليه أن يتعامل مع ميكانيكي
الإنجليزية مع ميكانيزم التدريب بصورة أقوى. هو عامة ما ينظر إلى الكرة البرازيلية ويعتبر إنها ونعتبر إنه متأثر بها أو متأثر بالطريقة التي يقوم بها بالشيء، ولكنه يشاهد الكرة ويتابعها على مستوى العالم ويتابع العديد من الأسماء بذاتها. ولكن يمكنك أن تسأل كوتش بيتسو أي معلومة عن أي مباراة في أي وقت، ولكن ستجد أنه دائما ما كان متابعا دقيق بشديد الحرص سواء الكرة في مصر أو في أي دولة أخرى. أكيد. طيب في دقيقة وسريعا تعليقه على تعيين كيفن جونسون، وبالتأكيد أحد الشخصيات الفنية المتميزة في جنوب إفريقيا، وهل الإعلام في جنوب إفريقيا محتاج تواصل من خلال السوشيال ميديا عشان يتابع مباريات الأهلي مباشر، عشان يكون في تواصل مع الإعلام الأهلاوي أو السوشيال الأهلي خلال الفترة اللي جاية؟ نعم بالتأكيد. ما أراه أن أنا شخصيا كرئيس محللي كرة القدم اتحاد محللي كرة القدم، أنا أرى أن كصحفي وصحفي زرت مصر، أن الصحافة الموجودة في مصر وما يتمتع به الأهلي من قوة على مستوى الميديا يمكنه أن نتواصل سويا، يمكننا أن نتواصل سويا لخلق الثقافة الأنسب. وأنا بعد زيارتي لمصر كنت يعني متابعين كمتابع لماتشات سان داونز حين أخذ الكأس من الزمالك في الإسكندرية. نحن أرى أننا بناء عن هذه الخبرة أيضا أرى أنه يجب علينا التعاون على كيفية خلق وعي كروي على مستوى الأفريقي من خلال الاتحادات والقنوات الإعلامية الموجودة حاليا. أكيد. فيلا لامنيوندو، بالتأكيد أنا بشكرك شكرا جزيلا كأحد الإعلاميين في شبكة SABC الجنوب إفريقية، وأحد الشخصيات اللي كان متواصل بشكل جيد على مدار 15 سنة مع بيتسو موسيماني. أخرج الفاصل والفقرة الأخيرة من برنامج ترند، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما تابعتوا بالتأكيد على مدار الحلقة كنا بقدر الإمكان نحاول نقرب شوية من الصورة عبر السوشيال ميديا، وتحديدا من الإعلام في جنوب إفريقيا وفي القارة الإفريقية تحديدا. وزي ما أنتوا شفتوا وسمعتوا قدر الأهلي وقيمته في القارة الإفريقية قدر كبير جدا لنادي القرن ال20 في القارة الإفريقية. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في مباراته غدا أمام إنبي، وتحديدا كمان لبيتسو موسيماني، والاستعداد للمرحلة الجارية قبل السفر إلى المغرب إن شاء الله استعدادا للوداد المغربي. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.